ولا شرقاني ولا بحيري ولا زياطي. حد قال لك ما تزعلش؟ ازعل. طيب استاذ سيد بسرعه عشان اخد بس تعليق اخير. لازم تعرفي ان التاريخ كله الصعيد. الصعيد هو التاريخ. هو الـ هو هو الـ يعني حتى المسائل اللي بتختاروها في الصعيد مش بتختاروا الا الحاجات اللي فيها يعني شيء من الحساسيه. اختاروا الحاجات اللي في الصعيد اللي هي الكرم وال وغسل الملهوف والتاريخ بتاع الصعيد وسينسرت ودفرتيت تختار التاريخ صح. جملة صغيرة. انا متفرج على عشان بس مدام وفاء كانت بتقول يا زميلة عزيزة يعني فكرة ان احنا بننتقي. انا بتفرج دقيقة تمثيل ودقيقة اعلان. الدقيقة التمثيل بتقول ان الصعيدي تاجر مخدرات واثار، والدقيقة التانية الاعلان بيقول ان الصعايدة فقراء وغلابة ومش لاقيين ياكلوا وتعالى نشحت عليهم وبعت لهم فلوس. يعني انتوا عايزين الناس تروح فين؟ بين الواقع انا بصرف الفلوس دي كلها علشان اكسب اعلانات، يعني الاعلانات عشان تهني والدراما كمان عشان تهني. ده بمناسبة طيب وفاء لو هاخد تعليم منك اخيرا، هم مركزين على في مشاهد وانت موجوده فيها مع الفنانه مها ابو عوف، وهي كانت معايا من شويه، اللي هي التأفف منك ومن ابنك ومن محمد رمضان والتعامل بعنصريه وطبقيه. هم خدوها على ان ده يعني التعامل مع الصعيد على انه مواطن من الدرجه الثانيه وانه داخل ماشي بخروفين كده يعني، فخدوها على انها اهانه. يعني الهدايا بتيجي من الناس على حسب المكان اللي هما جايين منه. انا لو انا جاي يزورني حد من بلدي وجايب لي مثلا شويه عسل وشويه قشطه وشويه وجايب لي من الخير بتاع الارض، ليه ما بتتكلموش على ان احنا بنقول ان احنا لسه بنربي في الصعيد؟ ليه ما بتقولوش ان احنا لسه عايزين نشجع الناس فعلا تهدي بعض كده؟ ليه؟ لا، الصعيدي مش فلاح وما هوش تاجر اثار، هو هتلر بس تاجر الاثار. هترد عليا بالحجه؟ هرد عليك بالحجه. انا ذاكره مسلسلي وموافقه عليه وبحبه ومؤمنه جدا بيه وعارفه مصروف عليه قد ايه، حبا في اهل الصعيد من المنتج ومن من الناس المؤمنين بالموضوع ده. انا اخر واحده مضيت وسعيدا اني عملت المسلسل ده عشان الصعايده، عشان انا بحب الصعايده، عشان دول اهلي، عشان دول خير مصر، وهفضل احب الصعايده رغم اعتراضكم برضه. طيب بسرعه كده، عندي سؤالين بسرعه. ازمه التتر مع دره ايه سببها؟ والله انا لا اعلم شيء عنها، وانا بقول لك اهو على الهواء، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بشتغل مع منتج كبير. طب بسرعه كمان، انا استأت جدا يا وفاء في مشهد اتحذف يعني، ومشهد الحقيقه عايز اتكلم فيه، كنا عملناه الساعه 6 الصبح وجا مكتوب على الهواء واحنا اتشال واتسرب، فانت عندك الاحقيه ان انت تلغيه خالص. خلاص ما استاذ وائل، انا مش بصدد اني اتكلم على المشهد، خلاص موضوع انتهى. انا عايزك لا ما هو ما انتهاش، ما هو اتحط على صفحه محمد رمضان. ف ميتا بوتين اهم من اللي انت بتقوله ده، انه فوق ملايين واطنان من الاسماك. طيب ثقه على الـ على الـ على الاراضي. انت عندك موهبه لا تقل عن محمد صلاح في انك توديه الكوره في حته تانية خالص. لا لا لا، العفو ده انت بص، لا وكمان القضيه مش موهبة. لا لا، وهي قضيه مهمه نهتم بيها. تصلح وبكره الميه تتفتح للسمك ده، لان من هنا لبكره هيبقى في اطنان من السمك اللي فاتت. ثق ان شاء الله هنهتم بيها. قبل ما اخد تعليقات اخيره بس ناخد الناس بسرعه. استاذ هاني اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك، اتفضل يا استاذ هاني. كل عام وحضرتك بخير.